الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. كلنا عارفين الشيف بوراك التركي والمشهور بطريقة عمله للأكل بكميات كبيرة وبخفة يد، لكن الحقيقة الفترة اللي فاتت انتشرت صورة ليه وهو لابس لبس للعمليات وداخل المستشفى، واللي أثار قلق متابعينه على السوشيال ميديا. فيا ترى إيه سبب الصورة دي، وهل فعلا الشيف بوراك بيمر بأزمة صحية؟ ده اللي هنتعرف عليه في تغطيتنا، تابعونا. نشر الشيف بوراك التركي فيديو بيجمع كل أعماله الخيرية على حسابه بموقع تيك توك، وعلق بوراك على الفيديو وقال: إذا فقدتني ذات يوم تذكرني بالنظر إلى هذه الأعمال. والحقيقة أني قبلها أثارت صورة نشرها الشيف التركي بوراك قلق متابعيه على السوشيال ميديا، وسألوا عن أسباب الصورة دي وليه الشيف بوراك لابس ملابس المستشفى وظهر وكأنه على استعداد للدخول لغرفة العمليات في أحد المستشفيات. صورة الشيف بوراك التركي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي والكلمات الأكثر بحثاً على جوجل، خاصة لأنه ما تكلمش عن طبيعة العملية اللي بيستعد لإجراءها. ووضح الشيف بوراك بعد كده أنه بيقوم بعمل مجموعة من الفحوصات للاستعداد لإجراء عملية جراحية، لكنه ما كشفش عن تفاصيلها حتى الآن. وأشيع عن الشيف بوراك أنه بحاجة لعملية استئصال للزايدة الدودية الملتهبة، وده لأن انفجارها ممكن يؤدي لتفاقم حالته الصحية وممكن تمثل خطر على حياته. عشان كده الشيف بوراك بيعمل مجموعة من الفحوصات الضرورية اللي قبل العملية. ودي مش المرة الأولى اللي بيقلق فيها الشيف بوراك التركي متابعيه ومحبيه حول العالم، لأنه سبق وتعرض لأزمة صحية في وقت سابق بعد ما حس بالاختناق بسبب مشاركته في إخماض الحرائق بإحدى الولايات التركية اللي شهدت مجموعة واسعة من الحرائق اللي نشبت في أحد الغابات. والجدير بالذكر أن الشيف التركي بوراك أحد أشهر الطهاة على مستوى العالم، وهو تركي وليه أصل عربي، وده لأنه ولد وعاش في مدينة أردو التركية، لكنه يعيش حاليا في اسطنبول وبترجع جذوره لدولة سورية. وجذبت خفة ايده مهاراته في تجهيز مختلف الأطعمة كتير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى يتابعه الملايين من الأشخاص وبيزوروه مطعمه كتير من نجوم ومشاهير العالم، وبقى صاحب علامة مميزة في مجاله وليه فروع لمطعمه في تركيا ودبي. وبكده تكون انتهت تغطيتنا عن الحالة الصحية للشيف بوراك، ومنتمنى السلامة والصحة ليه. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.